فيلم رايا اند ذا لاست دراجون. تبدا قصه الفيلم فتاة اسمها ريا، وهي كانت تحكي عن تاريخ المدينه اللي عايشه بيها، ونعرف انه اسم المدينه اللي عايشه بيها كوموندرا، لكن للاسف هاي المدينه اتدمرت قبل 500 سنه، وبسبب هذا الدمار المدينه انقسمت الى 5 قبائل، ونعرف انه ريا هي من قبيله اسمها القلب، وايضا نعرف انه سبب الدمار هو انه في قديم الزمان كانوا التنانين عايشه بسلام ويا البشر، الى ان ظهر مخلوق اسمه دومار، وهذا المخلوق حول كل البشر والتنانين الى حجر، ما عدا تنين واحد واللي اسمها سيسل. فالتنين سيسل استخدمت كل قوتها وخلتها بجوهره، وهي قدرت تغلب دومار وترجع كل البشر للحياه، لكن للاسف التنانين بقت متحجره. وهسه نرجع للوقت الحاضر ونشوف ريا وهي كانت تتسلل حتى توصل لهاي الجوهره، وبالفعل هي اكتشفت المكان اللي بيه الجوهره، وكان المكان غريب والجاذبيه بيه شبه معدومه، وحتى جريان المي كان بالعكس. وفعلا ريا تقدر توصل للجوهره، بس يقابلها حارس الجوهره اللي اسمه بينجا، واللي هو نفسه تقاعد قبيله القلب، وهو يقول لريا انه انت ما راح تقدرين تعبرين وما راح توصلين للجوهره، لكن ريا تتحداه او يدخلون بمبارزه بيناتهم، وريا تقدر تتغلب بكل مهاره على الحارس بينجا، بس وراها تكتشف انه كل هذا هو اختبار، وان الحارس بينجا هو اصلا ابو ريا، وان قبيله القلب هم اللي يحرسون الجوهره، لذلك بينجا كان يدرب ريا حتى تحمي الجوهره من السرقه من قبل بقيه القبائل. وراها نشوفهم هم دا يتجولون بالقصر، وبينجا قال لريا انه انا راح اعزم كل القبائل بالقصر، فريا كانت متحمسه كانه اكو قتال راح يدور بيناتهم، بس بينجا يقول لها انه انا عازمهم لانه بقيه القبائل تعتقد انه الجوره تجيب لهم الحظ والخير. وفعلا بثاني يوم يوصلون القبائل الاربعه واللي هم قبيله الذيل والمخلب بالظهر، واخر شيء قبيله الناب. وبينجا يقول للقبائل انه انا قررت ارجع مدينه كومار مثل ما كانت متحده بخمس قبائل، بس نلاحظ انه كل القبائل اعداء ويا بعضها وكلهم يردون يحصلون على هاي الجوهره، فهم يبقون يتناقشون. وبهاي الاثناء ريا تتعرف على ناماري وهي بنيه من قبيله الناب، وناماري كانت لطيفه ويا ريا، فريا اخذتها لغرفتها وتغدوا سوا. وبهاي الاثناء ناماري شوفت ريا خريطه وقالت لها انه قبيله الناب انه التنينه سيسل بعدها عايشه، وهاي الخريطه بها 100 مكان واحد من عندهم موجوده بي سيسل، وايضا ناماري كانت لابسه سلسله على شكل تنين سيسل، فهي خلعتها وانطتها ريا. وطبعا ريا كلش فرحت بهذا الشيء، وهي وثقت بناماري وقررت انه تاخذها لمكان الجوهره السري. وفعلا ريا وناماري وصلوا لمكان الجوهره، وناماري كانت كلش مبهوره بيها، بس للاسف ناماري اول ما شافت الجوهره ظهرت على حقيقتها الشريره، وهي دفعت ريا ووقعتها على الارض، وهي كانت متجهه نحو الجوهره على مود تاخذها، بس ريا منعتها وبقت تبارز بيها، لكن ناماري اطلقت شعله نار حتى تنبه قبيلتها على مكان الجوهره، وللاسف كل القبائل شافت الشعله وعرفوا بمكانها، وهم يجولوا المكان، وكل قبيله كانت تريد تاخذ الجوهره صالحه، وطبعا بينجا كان يحاول انه يمنعهم، لكن للاسف هو ينصاب برجله، وبسبب النزاع بين القبائل الجوهره وقعت وانكسرت، وطبعا بسبب هذا الشيء حرر المخلوق دومار اللي حول البشر الى حجاره، بس لحسن الحظ المخلوق كان يخاف يقربوا من المي، وهذا اللي خلى القبائل تهرب عبر النهر، وللاسف بينجا ما قدر يعبر وياهم بسبب اصابته، فهو رمى ريا من اعلى الجسر وانطاها جزء من الجوهره المكسوره، وللاسف القائد بينجا تحجر، ووراها مرسل سنوات على كل هاي الاحداث، وهنا نشوف ريا وهي كبيره بالعمر، او كانت مهمتها الوحيده انه تبحث عن التنينه سيسل، وفعلا ريا استخدمت الخريطه اللي انطتها الها ناماري، وريا قدرت تتفقد 99 مكان اللي من المحتمل تلقى بيها سيسل، بس للاسف كلهم كانوا فارغين، وهنا هو تبقى مكان واحد، وهسه نشوف ريا وهي متجهه لهذا المكان، وطول الطريق وهي تلوم نفسها لانه كل اللي صار هو بسبب ثقتها بناماري، وبالفعل ريا وصلت للمكان، بس لقتها عباره عن كهف مغلق، لكن هي دخلت الكهف ولزمت الجوهره، وهي بقت تبكي وتتوسل للتنين سيسل انه يظهر حتى تقدر تساعد ابوها، وفعلا هاي المره ينجح الموضوع، وتظهر التنينه سيسل، وسيسل تستغرب من تعرف انه هي تحجرت لاكثر من 500 سنه، وسيسل كلش تزعل وتضوج من تشوف انه جوهره مكسوره، فهي تقول لريا انه انا وصلت الجوهره للمكان مالتها، بس مو انا اللي صنعتها، وسيسل اول ما تلزم الجوهره تبدا تطلع ضوء، فريا تعرف انه سيسل مرتبطه بسحر الجوهره، وبسبب هذا السحر سيسل تقدر ترجع بينجا للحياه، وهي اذا قدرت تجمع كل اجزاء الجوهره او مدينه كوماندرا. وهنا نعرف انه مو بس ريا مهتمه بالتنين سيسل، وانما حتى ناماري، وهي مهمتها انه تحصل على التنين، وناماري بقت تتعقب اثر سيسل لحد ما قدرت توصل للكهف اللي ريا وسيسل موجودين بيه، بس لحسن الحظ هي وصلت متاخره وريا وسيسل هربوا من المكان، ووراها نعرف انه ريا وسيسل راحوا لقبيله الذيل على مود يجيبون من عندها جزء من الجوهره، لانه كل القبائل اخذت جزء من عندها، وريا لازم تجمعهم كلهم حتى تقدر ترجع ابوها، وفعلا نشوفهم وهم واصلين لقبيله الذيل، والجوهره كانت بيد الملكه المتحجره، بس الملكه حاطه فخ اي واحد ياخذ الجوهره الكهف ينهار، فهنا ريا ثبتت ايد الملكه بعصا ضخمه بحيث تضمن انه هي ما تتحرك، وفعلا نجحت واخذت الجوهره، وهي انطتها سيسل اللي اول ما لزمتها تحولت لبنيه بشريه وشكلها جميل، وبهاي
قالت انه توصل ناماري، وناماري من شافت سيصل وهي بشرية اعتقدت انه ريا ما لقت التنين، فناماري بقت تستهزئ بيها وهي كانت مستعدة انه تهاجمهم، لكن ريا حركت العصا من ايد الملكة وهذا الشيء اللي خلى الكهف ينهار على ناماري وجماعتها، وريا وسيصل والحيوان اللي تستخدمه للركوب قدروا يهربون على اخر لحظة، بس ناماري قدرت انه تنقذ نفسها وبدت تلاحقهم، وهنا ريا اخذت سيصل والحيوان مالتها وراحت على قارب الماء. وطبعا هي سوت هذا الشيء لانه ناماري ركب حيوان اشبه بالقطط وهو يخاف من المياه، لذلك هي ما قدرت تلاحقهم على المياه. وريا كانت على القارب ولقت ولد صغير بالعمر اسمه بون، وريا تسأل عن الكابتن مالت القارب، فبون يقول لها انه انا الكابتن، وبسرعه ريا قالت له انا راح ادفع لك فلوس هوايه بس تتحرك باسرع وقت ممكن، لانه ناماري كانت ناويه تلاحقهم بقارب ثاني. فسيصل من تشوف ناماري وصلت لحافه البحر اتحولت التنين، وهي قامت تطوف داخل البحر وسحبت القارب بكل قوتها، وسيصل كانت فرحانه لانه صار لها مئات السنوات هي ما سبحت بالماء، ونعرف انهم متجهين لقبيله المخلب على مود ياخذون الجوهره من هاي القبيله. واثناء طريقهم اريا تعرف من بون انه اهله كلهم اتحجروا، لذلك هو اعتمد على نفسه، وسيصل تحكي لهم وتقول لهم انه المخلوق دومار هو انخلق من كره وحقد الناس لبعضها وانه الكل كان اناني. فمن خلال هذا الكلام اريا تذكر ابوها انه هو كان انسان طيب ويفكر بالكل، ووراها يوصلون لقبيله المخلب، ونعرف انه قبيله المخلب بنت بيوتها على البحر على مود المخلوق ما يقرب لهم، وايضا نعرف انه هاي القبيله معروفين بالسرقه وانه كل اهلها وسكانها وحتى الاطفال سارقين. فريا تمنع سيصل انه تجي وياها وهي تخليها تبقى ويا بون على القارب، وريا تتجه لوحدها للقصر لانه جوهره ويا الملك المتحجر، لكن اثناء طريقها تلاحظ انه اكو طفله صغيره، فريا تاخذ الطفله وكان حبالها انه الطفله ضايعه من اهلها، لكن للاسف الطفله كانت متعاونه ويا ثلاث قرده على مود يقدرون يسرقون ريا، او للاسف القرده سرقت الجواهر لان هم هذا الشيء الثمين اللي لقته، والقرده والطفله ياخذون الجواهر ويهربون. فريا تبدا تلاحقهم، وهنا سيصل لما عرفت كانت حزينه لانه ما جاي تقدر تساعد ريا، فتقرر انه تدخل للقبيله او فعلا تدخل للمدينه وتشتري اشياء هوايه، لان هي كانت مستغربه من وجود هوايه اشياء بالسوق مالت القبيله، وبسبب انه هي ما عندها فلوس الناس تلتم عليها وتطالبها بالفلوس. بس سيصل تقول لهم انه انا ما عندي اي شيء، لكن صديقتي ريا عندها فلوس، او بالغلط جابت طار الجواهر، فوحده من كبار العمر اللي كانت واقفه اخذت سيصل وياها وقالت لها انا راح احميك، او وراها نشوف ريا وهي بالفعل قدرت تاخذ الجواهر من القرده والطفله. فريا سالت الطفله عن اهلها، فاحد القرده اشار لها انه اهلها تحجروا وان هم اللي دايربوها. فريا انقهرت عليها وقالت لهم انه انا راح اخذكم وياي لكن بشرط، وهو انه انتم تلهون الحراس اللي موجودين على بوابه الملك. او فعلا القرده والطفله سووا هذا الشيء، بس ريا من دخلت للقصر اكتشفت انه اكو احد ثاني سرق الجوهره، وهسه نرجع ويا العجوز، وهي ماخذه سيصل وودتها عند المخلوق دومار على متجبره تعترف على مكان الجواهر البقيه، ونعرف ان العجوز هي اللي سرقت الجوهره من الملك، بس ريا تجي بالوقت المناسب وتنقذ سيصل وهي تسرق الجوهره من العجوز، وبعدها كلهم يهربون للقارب مالتهم. وبنفس الوقت نعرف انه ناماري راحت لقريتها وهي طلبت من امها انه تسمح لها تاخذ الجيش على مود تسرق الجواهر من ريا، وبالفعل الام سمحت بهذا الشيء. ووراها نعرف انه ريا وسيصل متجهين لقبيله الظهر، واول ما يوصلون سيصل بدون مقدمات تقفز من القارب وتتجه نحو القبيله، وهي كانت تريد تجيب الجوهره بدون ما تعرض ريا للخطر، بس ريا ما قبلت على هذا الشيء وهي لحقتها بسرعه، وللاسف اثنيناتهم ينلزمون باحد فخوخ القبيله، ووراها دخل عليهم رجل ضخم واللي هو عباره عن زعيم قبيله الظهر، وهو هددهم بالقتل. وبنفس الوقت ناماري وصلت هي والجيش مالتها للقبيله، وبهذا الوقت ريا قدرت انه تفك نفسها وقالت لسيصل انه احنا لازم ناخذ الجواهر ونهرب، وهنا ريا طلعت ناماري وبقت تستفزها بالكلام وطلبت انه تبارزها، وفعلا ناماري وافقت وبارزت ريا، لكن للاسف هي كانت اقوى من عدها، وسيصل من شافت هذا الشيء قررت انه ترجع وتساعد ريا، وفجاه هي تحولت التنين ضخم، فكل الجيش خاف من شافها لانه اول مره هم يشوفون التنين، وسيصل تاخذ ريا وتروح للقارب، ووراها شاف الرجل الضخم زعيم قبيله الظهر، وهو اجى بنفسه وسلم الجوهره سيصل بعد ما شافها هي والتنين، وهنا نشوف سيصل وهي كانت تقنع ريا انه ثق بناماري مره ثانيه لان هي الوحيده اللي راح توصلنا للجوهره، وبعدها نشوف ناماري وهي كانت تقنع امها انه سيصل حقيقيه وانه ممكن يقدرون يرجعون مدينه كوماندار، بس امها تعصب وتقول لها انه انا ما اريد المدينه تتوحد لان انا اريد اسيطر على كل القبائل، او كان واضح انه ناماري ما عجبها اللي تريد تسويه امها. وهسه نشوف ريا وهي ارسلت رساله لناماري وياها السلسله اللي انطتها اياها وهي صغيره، فناماري تتاثر وتوافق انه تقابل ريا، بس كالعاده اول ما يتقابلون ناماري تكون مسلحه وهي تضرب سيصل بالسهم، وبسبب هذا الشيء كل المياه تختفي ومخلوقات دومار تسيطر على المدينه بالكامل. وبهذا الوقت ناماري كانت خايفه على امها فترجع للقصر، وللاسف تلقى انه امها تحولت الى تمثال، وهنا ريا تامر بون والقرده وزعيم الظهر انه ينقذون الناس من المخلوق قبل ما يتحجرون، ووراها ريا راحت ناماري وبقت تلومها لان هي وثقت بها للمره الثانيه، بس ناماري خانت العالم.
العهد، أو بالفعل قرروا أنه يتبارزون. بس ريا حست أن المبارزة ما منها فايدة، فعافت ناماري وحدها بالقصر، وهي راح تساعد الناس وتنقذهم من هذا المخلوق الشرير. أو للأسف كانت المخلوقات كلش قوية وعلى وشك أنه تقتل ريا وتحجرها. بس باللحظات الأخيرة ناماري تدخلت ونقذت ريا، لكن مع ذلك أحد المخلوقات كان متجه على ريا، فريا قبل ما تتحجر تعطي ناماري كل الجواهر وتأمرها أنه تجمعهن. أو للأسف هي تتحجر، أو ناماري تنصدم من ريا ثقت بيها، وهي كلش تحزن لأنه خانت ريا أكثر من مرة، بس هاي المرة تقرر أنه تكون قد الثقة. وفعلا ناماري بصعوبة قدرت تجمع الجواهر كلهن، وعلى آخر لحظة اتحجرت ناماري، بس لحسن الحظ الجوهرة كانت كاملة وهي قدرت أنه تتحد، وقوة الجوهرة قتلت كل مخلوقات دومار، حتى التنانين اللي كانت متحجرة قبل 500 سنة هي رجعت للحياة. وريام رجعت للحياة وشافت اللي صار، فرحت لأنه ناماري كانت قد الثقة هاي المرة، وهسه نشوف أنه الطفلة رجعت لأهلها، أو حتى بوني لقى أهله وهو كان فرحان أنه نجمع بهم مرة ثانية. وريام بسرعة راحت لأبوه حضنته، وأبوه يقول لها أنه أنا فخور بيج، وهسه نشوف السلام وهو عم على كل القبائل، ورجعوا اتحدوا مرة ثانية. وبالفعل فضل ريا وسيسل رجعت مدينة كوماندار اللي تجمع بين البشر والتنين، وهم عاشوا بسلام وبدون أي أذى. ولهنا تكون نهاية الفيلم.